المساله المشهوره في الباراليزم ان ايه؟ المساله دي بتبقى مشهوره جدا في الامتحان. يجيب لك ان اي بي بارلل لسي دي، ويقول لك ان الانجل دي 60، وبعدين يقوم قايل لك ايه بقى؟ بص قلت لك مثلا هنا ايه؟ وبعدين حاطط لك هنا، خد بالك 120 ديجريز، مساله مشهوره جدا لانها شامله درسين، الدرس الاولاني اللي هو البارلل، الدرس الثاني اللي هو الكونفيرس، ان انت تثبت ان دول بارلل. يقوم سألك السؤال ده، يا يقول لك بروف، يا يقول لك بروف. طبعا يقول لك الاول ان ميجر انجل سي ايكوال 120، وبعدين يقول لك ايه؟ بروف ذات ان اي دي بارلل لسي اي، او دي اي بارلل تو سي اي، او يسألك سؤال يقول لك ايه؟ از دي اي. ده ان شاء الله هيجي بكره باذن الله، يعني السؤال ده بيجي كتير جدا. بارلل تو سي اي، وبعدين يقول لك جنبها بين قوسين ايه؟ جيف ريزون، قول لي ايه السبب. هي برضو بروف، يعني يقول لك الجمله دي، يقول لك الجمله دي، يسالك يقول لك بروف ان هم بارلل، يقول لك ايه؟ از دي اي بارلل تو سي اي جيف ريزون. انت بسيطه جدا، زي ما قلت لك بتاخد الجيفن، مش لازم يا عم تكتب جيفن وارتكيو جيفن. خد لي اول جيفن بس، قول لي ايه؟ سينس اي بي بارلل تو سي بي، اول حاجه هنا في المساله دي. ماشي؟ مش عارف تكتب سينس، اكتب سينس بس اي ان سي اي عادي، يعني مش عارف تكتبها ثلاث مرات، اكتب سينس وخلاص. سينس اي بي بارلل تو سي بي، هنستفاد من كده ايه؟ ان الانجل دي قد الانجل، يعني دي هتبقى 60. اقول له therefore measure of angle A equal measure of angle B equal 60. بس وتقوم كاتب له على الرسم هنا ان دي 60. ترجع بس تقول له ايه؟ since ان measure angle B plus measure angle C equal 180 او 60 plus 120 equal 180 therefore اربع سطور بالظبط. سينس ان ده بارل اللي ده، يبقى الانجل دي ايكوال دي. ترجع تقول عايز بس هشوف لك عشان تعرف المساله كانت فيها ازاي. سينس ان دي بلس دي ايكوال 180 ثيرفور دي اي بارل لسي. بس انا عايزك بقى دي تحلها كتير، تحفظها، دي باذن الله بتيجي على طول. مساله رئيسيه جدا يحب جوه، ان انت اداك بارل ويقول لك اثبت الاثنين تانيين بارل، دي اساسيه جدا في الامتحان. طيب المساله الثانيه الاساسيه اللي هو يديني ايه؟ انه يديني طبعا الاساسيه جدا نمبر 1 يعني في الامتحان ولا يخلو منها امتحان، اللي هو يديني كذا انجل ويقول لي هات انت الانجل اللي ناقصه، يعني يديني كده مثلا اهو، يعمل لي كده يقول لي ان الانجل دي 90، مش هيقول لي انها 90، يعمل لي بوينت ام كده. دي طبعا بقى يعني اقول لك ايه؟ دي بنسبه يعني 400% يعني لازم تيجي، لازم تيجي. وعامل لي كده دي 60، وبعدين عامل لي دي كده 70، دي من الاساسيات الامتحان يعني. خلاص وعامل لي دي مثلا انجل دي مثلا هنا 80 مثلا، ويقول لي هات لي انت الانجل دي اللي اسمها مثلا ايه؟ ام سي. طبعا قلت لك هنا بقى رموز بي، وهنا دي، وهنا اي، بس دي سهله. بتقول انت له ميجر اوف انجل اي ام سي، دي اسهل مساله في العالم يعني. 360 ماينس، وافتح براكت والم الناس دي كلها. ما انساش ان انا في 90، هو مش يقول لي 90. 90 بلس 60 بلس 70 بلس 80. بس طبعا انت لو جمعت دول 150 ودول 300 هتطلع 60. خلصت على كده، الحل في خطوه واحده. بتتحل في خطوه واحده، دي طبعا ان شاء الله لو جت دي مضمونه معروفه دي، وشكلها مميز زي ما انت شايف كده. اللي جايه دي ممكن نحط عليها 3 ستارز في الاهميه. يعني مهمه بس الاولى بس برضه بتاعت اللي هم 360 دي طبعا نمره واحد. طيب تعالى على دي، انه يعمل لك تو تراينجلز كده. كده اصلا احنا شفناها كتير جدا يعني. اعمل لك زي القايد كده اهو. بس ايه؟ بي سي مثلا، وهنا دي
تمام، ويتكلم لك عليهم بقى، يقول لك مثلا يديك السايد ده مثلا 5 سنتيمتر 2 سنتيمتر خلاص، ويدي لك ايه، يقول لك مثلا ان ده اقول لك السايد ده ايكوال ده، السايد ده ايكوال ده، بعدين يقول لك هنا الانجل دي مثلا 30 ديجريز طبعا باينه على راي بيقول وش ان هي ايه كونجرونسي. اس 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 كونجرونسي على طول باينه جدا يعني، ما مش في common طريقه side الحل. وفي two sides parallel. ايوه، ما طريقه الحل بقى اللي تهمني، طريقه الحل اللي تهمني، لازم اما اجي احل اعمل ايه؟ ان تو ترينجلز، لازم اعمل كده، لازم اعمل كده. الترينجل الاولاني اسمه اي دي بي، عشان اخد الفول مارك لازم اعمل كده، اي دي بي واي دي سي، وتقوم كاتب له ايه، هو حتى يقول لك ايه ستيت 3 كونديشنز اوف كونجرانسي، هو نفسه يقول لك في المساله دي لك ستيت 3 كونديشنز اوف كونجرانسي، هم دول اللي احنا بنكتبهم هنا دول. يا عم نمبر 1 اول حاجه اي بي ايكوال اي سي، وهي اصلا بتكون جايه لك فوق في المساله، خد بالك ده السوليوشن، ده البروف يعني، ده الحل بتاعنا، ما كتبتش المساله بقى لانها شارحه نفسها اصلا يعني. نمبر 2 بي دي دي بي ايكوال دي سي، ثالث حاجه اللي هي ايه بقى لو تفتكر، الو، اللي هي الكومون سايد يا مستر. برافو عليك، هم يحبوا دايما يجيبوا بتاعت كومن سايد، ايه دي اذا كومن سايد، بس هحذرك اهو لو ما عملش بنفس السيستم بقى تنقص في المساله دي، لازم ان توتال انجلز واكتب اسمائه، اطلع الثلاث حاجات دول وبعدين وراها اقوم ختم له، يعني هم الفايف ستيبس دول ثابتين، ان توتال انجلز اول ستيبس، اول ستيب الثري كونديشنز، وبعدين تختم له بالكلمه دي ذير فور ترانجل اي بي دي، وتكتب الترانجلز بنفس الاسماء اللي واجبها في المساله، كونجرام تو ترانجل اي بي سي، الخمس سطور دول كده لازم تكتبوا زي ما هم كده، لازم تكتبوا زي ما هم كده عشان تاخد درجه المساله دي. بعد كده بقى تقول له ايه؟ هيقوم هو سالك، هيكون طالب منك اصلا، يقول لك ايه؟ يقول لك هات لي ميجر انجل بي اي سي مثلا. تقوم انت قايل له وراه على طول therefore measure of angle BAC اللي هو عاوزها ايكوال ايه بقى؟ خد بالك طالما دي 30 يبقى دي هتبقى 30، ويفضل زي ما قلنا ارسم الرسمه، عشان الرسمه يعني هو بصراحه في خطوه انا المفروض اقول ان الانجل دي ايكوال الانجل دي، بس انا لو حطيت له 30 على الرسمه هيعديها، فاقول له ان ايه؟ على طول بي اي سي ايكوال 30 بلس 30، فسر له ده ايه؟ انت ممكن تقول له ايكوال 60 على طول، بس فسر له جت منين يعني؟ قول له 30 بلس 30 ايكوال 60، ساعات يكون جايب لك على ده كاتب لك عليه 5 سنتيمتر ويسالك على بي دي، قول له ذير فور بي دي ايكوال دي سي ايكوال 5 سنتيمتر، بس في اي دي يعني المساله خلصت، كويت ايزلي دان، او عايز تعمل الشباك ده مفيش مشكله، مفيش مشكله يعني، ممكن يجيبها لي ممكن يجيب لي المساله اللي فاتت، بس بدل ما شكل قايد شكل تو رايت تراينجل، برضه نفس القصه، هتقول له ايه تو تراينجلز والكلام اللي قلناه كله ده، بس في الاخر هتقول له ايه؟ هتقول له بقى ان البي سي كده هيبقى ايكوال 10. طيب البي سي ده بيسموه بيس، والاي دي ده ايكوال ايه؟ يكون طالب منك هات لي الاريا اوف تراينجل، الاريا يا سيدي ان انت اريا اوف تراينجل ايكوال هاف تايمز بيس تايمز هايت، يبقى هاف تايمز البيز اللي هي ده ايه؟ 10 اللي تحت دي، والهايت اللي هو دي، تطلع الاجابه 40 سنتيمتر سكوير. بس يعني دي الحاجات اللي ممكن يعني ايه تفتكر اللي هي المساله دي حلتها اصلا قبل كده مليون مره، انت اللي هتقول لي بقى اللي هي كده، يقوم عامل لك كده ويقول لك دي 60 ويقول لك هنا 3 اكس، فاكر كنا بنعمل ايه؟ يقول لك الاكس بكام؟ كنا يا مستر أول حاجة بنعمل 180 minus 60 وبعدها اللي هيطلع لنا نعمله divided 3. بس الله ينور، دي مشهوره جدا، ما انت معمول 120 ديفايد 3 تطلع الاجابه 40 بس. طيب ساعات يقوم عامل لك ايه يعني؟
يصعبها سيكا كده، نعملها كده بص. يقول لك اه يا سيدي بص كده، وعامل لك ده باي سيكتور. ياه يقول لك كده ان ده باي سيكتور، يعني قاسم ده جزء، ويقول لك دي 30، ويقول لك هنا مثلا 4 اكس، ويقول لك هات لي اكس. ها هتعمل ايه؟ 180 minus 30 اه لا ما دي وبعدها لا divided خد 5 بالك، ما دي 30 يبقى دي برضو ايه؟ 30 30. صح؟ ايوه يبقى كده 180 minus 60 بس هي نفس اللي فوق برضه 180 تمام، واللي هيطلع لي divided 4. اللي بيطلع لك ديفايدد 4. 120 ديفايدد 4 يبقى طالع الاكس ب 30 برضه. اهي ماشي. طيب الحاجات اللي ممكن او الاشكال اللي هبوا يجيبوها، وطبعا لو جه قال لك بقى درو انجل مثلا وقسمها، يعني اللي هو بتاع الكونستراكشنز، بس لا ما بيجيش كتير. بس لو قال لك، يعني لو قال لك درو ان انجل اوف ميجر، درو ان انجل اوف ميجر 60 ديجريز اند بايسكت ات، احنا اتفقنا تقوم عامل اي خط كده اهو، وتقوم واقف هنا بالبروتراكتور، وعادت بقى 10 20 30 لحد 60 اهو، وتحط طبعا نقطة وتوصل، صح كده؟ معايا؟ ايه يا مستر ما حضرتك فاكر الحتة دي اهي؟ ترسمها 6 ساعات. طيب. بقوم يا مستر حاطط البروتراكتور، مثلا لو طالب مني 80 اقوم راسمها على 80 مثلا، بس تمام. وبعدها اقوم حاطط كومباس بقى، تقوم اللي تسيب هو الكومباس هنا؟ الكومباس على البروتراكتور على الايه، وبعدها اقوم عامل على اللي الايه؟ هي ايوه البتاع الغريبه دي ايوه تقوم عامل كده. تمام. برضه. وبعدها يتعمل لي انترسكشن بوينت فوق وانترسكشن بوينت تحت، برافو عليك. هقوم واخدهم واقوم عاملهم من فوق كده تقوم واقف هنا وتعمل لي ايه؟ ارك كده. ارك وتعمل كده، هنا والناحية وتعمل لي التانية ارك. اعمل ارك الناحية التانية كده بس تمام. وصل. وبعدها يكون عندي intersection point، intersection point دي اوصلها للايه، واسميها بس. بقى باي اسم هو عاوز اسميه، او لو مش قايل لي اقوم اسميه باي اسم. اه هو مش هيجي يقول لك فور بقى قسمت نصين، هي 6 بقت 30 وتكون متاكد. بس ممكن تسمي له ده مثلا دي دي مثلا اي دي او تمام، ما فيهاش حاجه ان شاء الله. الجيومتري سهله، يعني الناس دايما تخاف من الجيومتري. بالعكس والله، ده الجيومتري سهله جدا بالنسبه للالجبرا. الجبرا في حوارات يعني، في افكار وفي حاجات، لكن الجيومتري ما فيهاش يعني لف ودوران، سهله. تاني فان شاء الله يعني